كنت سألتك عن اللحظة التي قررت أن تلبسي فيها الحجاب، متى كانت؟ تعبت وعايزة الحقيقة ومش قادرة، وعايزة أطرد الهوى، عايزة أطرد الهوى بأي شكل. رحت للشيخ ربنا يكرمه ويعزه، قلت له قول لي الحجاب جنة ونار ولا درجات جنة؟ لو جنة ونار مش هلعب، لا أنا عايزة أدخل الجنة. مش ممكن أبدا، أنا ما بقدرش على لسعة ولاعة ولا كبريت ولا شمعة ولا في حرارة الشمس، ولا ما أقدرش. لو درجات جنة أنا راضية بالبدروم. وقتها أيوة اللي هو أنا بقول لك الحق بالضبط. نعم. فجي قال لي، ضحك زيك كده بالضبط، وقال لي سبحان الله العظيم، شوفي يا أخت حنان، كل ما هو فرض جنة ونار، وكل ما هو نافلة درجة جنة، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قلت طب هايل، قل لي جنة ونار ولا درجات جنة؟ فقال لي طيب أنت مسلمة؟ قلت الحمد لله. قال لي جهدتي للإسلام؟ قلت له لا، أنا اتولدت مسلمة. قال لي طب كويس، يعني أنت وارثة الآن الأرض. قلت له أرض؟ قال لي آه، أدي الأرض، أنت النهاردة الأرض دي ملك حنان حسن محمد عبد الكريم. قلت له إزاي؟ قال له إسلام، خلاص أنت دي عندك أرضك. قلت له طب كويس الحمد لله. قال لي انت مؤمنه باركان الاسلام؟ طبعا مؤمنه باركان الاسلام، كذا وكذا وكذا، خمس اركان انا طبعا مؤمنه بيهم جدا. قال لي هايل، يلا اغرزيهم، طالما انت مؤمنه بيهم اغرزيهم في الـ في الـ في الارض بتاعتك. قلت له طيب اوكي، غرزناهم خيرا، بس الحمد لله ما فيهمش حجاب. اذا فهو انا بقى كل ده مطمنه يعني. فقال لي طيب عيشي بقى. قلت له عيشي ازاي؟ قال لي عيد معاكي ارض ومعاكي عمدان، تمام قوي عيشي. قلت له ازاي يعني؟ قال لي عايزه ايه؟ قلت له لا، لو هو انت بتتخيل ان ده بيت، ده ما ينفعش، لا يقيم بيت. امال انت عايزه ايه؟ انا عايزه حيطان، عايزه سقف، عايزه حاجات كتير. قال لي اذا عليكي باركان الايمان، خشي على اركان الايمان، انت من لله وملائكته وكتبه ورسله. مش هتلقي الحجاب بيناتهم، ما فيش الحجاب بيناتهم، فالحمد لله رب العالمين. قال لي لا، انت فاهمه يعني ايه الايمان بالله؟ طبعا كان انا مؤمنه بالله، اذا كنت انا جايه لك هنا عشان مؤمنه بالله، عايزه ارضيه. طيب مؤمنه بالملائكه؟ طبعا مؤمنه بالملائكه. امال انت بتتكلم في ايه؟ طيب مؤمنه بالكتب؟ طبعا مؤمنه بالكتب. طيب مؤمنة بالقرآن؟ طبعا مؤمنة بالقرآن. قال لي طيب افتحي القرآن. فتحنا القرآن. قال لي افتحي سورة النور. فتحنا سورة النور. قال لي اقري. قلت له بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها. فقال لي ده معنى ايه؟ قلت له ان دي فرض. قال لي هو ايه؟ قلت له السورة دي فرض. قال لي ايوه. طب وبقية القرآن؟ قلت له لا، يبقى مش فرض. سبحان الله العظيم. قال لي يا حنان الله يهديكي، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى ميعاد، الله يكرمك، يبقى كل القرآن فرض. طب قلت له طب وش معنى؟ قال لي زي ما يكون عندك ورقة أسئلة في امتحان مهم، يقول لك الشابتر ده حط تحته 40 خط مهم، ربنا سبحانه وتعالى قال على هذه مهم، سورة أنزلناها وفرضناها. طب ليه؟ لكثرة الأحكام اللي فيها، زي ما بيقول إيه دي الإيه الكبسولة، بمعنى إن أنت مثلا عندك كتالوج وعندك هاو تو، يعني زي ان انت تفتح وتقفل بالظبط بالظبط. فهو ده الصوره دي كده. فقلت له طيب ماشي، برضو ما فهمتش يعني الحجاب فين فيها. قال لي افتحي. جاب لي الصوره بما معنى الايه، وجاب لي الكلمه اللي خاصه بالحجاب، وليضربن بخمارهن على جيوبهن. قلت له اه ما هي دي. طب انا ما اناش عرفني بقى ان الخمار ده هو الحجاب، معلش يعني، هو ربنا سبحانه وتعالى قادر على انه يقول حجاب. حلو. وقادر ان هو يقول غطوا شعركم. اتحركت من جديد حنان الفنانه كده بالظبط، اللي هي يعني انا عايزه اقرب لهوايا. نعم. شوف وقتها بالضبط. ايه اللي كان في الدماغ؟ ان انت طول الوقت عايز تصارع علشان ترضي النفس اللي هي اوريدي طموح، هو طموح حنان في الاخير بالضبط. يعني بالظبط. المهم جه بعد كده قال لي طيب تعالي نفصص الكلمه بالمعجم اللغه العربيه. قلت له يلا هايل. قال لي قولي خمار جايه من خمر. قلت له خمر، خمر اللي بيشربوه؟ قال لي ايوه هو خمر اللي بيشربوه. طب خمر معناها ايه في المعجم اللغه العربيه؟ هو غطاء للعقل. قلت له طيب، وفتح لي وراني غطاء للعقل. اذا محل العقل فين؟ في الكوع ولا في الايد ولا في الركبه ولا في الرجل؟ فين؟ قلت له لا في الراس. قال لي يبقى خمار هو غطاء ايه؟ قلت له الراس. قال لي اي نعم، فهو حجاب. فلما جيت اتكلم كده قلت له ايه ده؟ وهو خلاني انا اللي اقول، مش هو اللي قال. قلت له اذا فهو فرض. قال لي اه تخيلي، يعني جنه ونار؟ ايوه. لا اله الا الله. وزعلانه جدا بقى، فانا جيت امشي كده قال لي تعالي حنان اصبري. قلت له ايوه. قال لي انت الاول كنت متشككه؟ قلت له بصراحه اه متشككه كنت، وما كانش معاكي الحقيقه. لا ما كانش معايا الحقيقه. قال لي لك حساب عند الله، والان لك حساب اخر. عليكي حجه، انت عرفتي وبحثتي وايقنتي وامنتي انه فرض.
تعجلي وسابني. طبعا مشيت بقولت لا اله الا حسبي الله ونعم الوكيل، يا ريتني ما رحت. بس اللي هو سبحان الله العظيم، وقت ما عرفت بقى انه الحجاب فرض. بس شيخ سحار هذا. سبحان الله العظيم. ابدا سبحان الله العظيم. ربنا يعني انطقه باللي ينفع مع حنان. نعم. سبحان الله العظيم. لانه انا لازم اقتنع، يعني استعمل كل الوسائل العقليه والمنطقيه حتى اوصلك الى بدون كل حاجه. خلاني انا اللي انطق. هو ما قالش حاجه، هو الراجل ما قالش حاجه. نعم. لذلك انا قلت لك سحار من الاول. بالظبط. انت اللي رفعك لي ما بقى. انا اصل اللي عايش طول عمره طب في الدنيا لا يقبل الا الطب عند الله. يعني لما تقول مثلا حنان كذا وهي في السلالم الاولى في المش عارفه ايه والافيشات ما اعرفش ايه. نعم. ودي دنيا زائله بتخلص، خلصت مع علاء ولي الدين في ثانيه. صحيح. في ثانية. ولكن ما هو مقامي عند الله؟ أتمنى من الله سبحانه وتعالى. طموحك الآن بالذات. طموحي الآن. نعم. إن أنا لأنك مشكلتك أنت ما تقعديش من غير طموح، لابد يصير عندك طموح. طبعا. طيب طموحك لما كنت فنانة كنا معروفين. الآن ما هو الآن طموحك حنان؟ كما الله سبحانه وتعالى من علي في الدنيا بمشاهير أهل الأرض، أتمنى من الله أن أكون من مشاهير أهل السماء. هو ده هدفي، أن ألقب عند الله. أنا هنا الفنانة الفراشة البتنجانة المش عارفة ايه، يعني سبحان الله العظيم الألقاب يعني بصرف النظر هي ايه. انما عند الله سبحانه وتعالى الصادقة القائمة الصائمة المتقية المحسنة. يا رب. بس ما فيش شهرة، ما فيش يعني الحاجات الحلوة اللي كانت تضغضغ حنان هذه، انه تطلع هنا وتشوف هنا ويشوفوها الناس ويقولوا الله هذه حنان. هذا من فضل ربي. زي ما يكون شال وحط. سبحان الله العظيم. النهارده بقت سعادتي مش في ده ولا الجايزه ولا سعادتي النهارده اني اروح دارفور واشوف اولاد بيلعبوا معايا وبيضحكوا. اني اروح مكان وست عجوز اديها شربة ميه. انك تشاركي في قافله الى غزه.